جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من مكة المكرمة تقول: أم عبد الرحمن تسأل وتقول: زوجي إنسان ملتزم ولله الحمد، وكان يقوم الليل ويصلي، ولكن فجأة ترك قيام الليل، وأريد منكم أن تفيدوني إذا كان هناك أسباب شرعية، إذ أنه سأل فقيل له إن سبب ذلك كثرة ذنوبك إذ حالت بينك وبين قيام الليل. وجهونا جزاكم الله خيرا. كأن ترك قيام الليل أنه خسارة في ميزان المسلم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما يتيسر من قيام الليل ولو كان قليلا، بل يكون له حظ من قيام الليل، خصوصا إذا كان قد اعتاده، فإنه إذا تركه فإنه يكون قد خسر خسارة كبيرة. فأسباب ترك قيام الليل كثيرة، منها الكسل، أن الإنسان يكسل ويطاوع نفسه، لا شك أن نفسه تأمره بالراحة والبقاء في الفراش، خصوصا إذا كان في زمن الشتاء والبرد أو في الصيف مع قصر الليل حاجته للنوم. النفس تحتاج إلى مجاهدة. قد وصف الله المؤمنين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا بد من مجاهدة النفس حتى تصبر وتتعود على ذلك. ومن ذلك، من أعظم ما يثبط عن قيام الليل، الشيطان. فإن الشيطان يثبط ابن آدم عن قيام الليل ويقول له: ارقد، عليك ليل طويل. ولما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه لا يقوم من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك قد بال الشيطان في أذنه. الشيطان هو أعظم مثبط عن قيام الليل، لما يعلم من مصلحة المسلم في قيام الليل، وهو يريد أن يحرمه من تلك المصلحة العظيمة. وثالثا، ما ذكره السائل من الذنوب والمعاصي، خصوصا أكل الحرام، فإن هذا يثبط عن قيام الليل، لأن السيئات يجر بعضها بعضا وتكسر عن الطاعات. فالواجب على المسلم أن لا يحرم نفسه من العمل الصالح، فإنه ليس له ما ينجيه يوم القيامة إلا عمله الصالح، وليس له رأس مال يخرج به من هذه الدنيا إلا عمله الصالح. وكيف يفرط بهذا ويتبارى مع الكسل، شهوة النفس وطاعة الشيطان، وهو يريد النجاة لنفسه. نعم.